ضرب، صارت الطيارة تضرب علينا. بعد ما وصل ضرب الخنشيخ ضبينا ورحلنا. لما كنت هناك بالمدرسة بالضيعة ما كنت بعرف إنه من يوم من الأيام بدنا نجي لهون وصرنا صحيين ومهجرين. بالضيعة كانت ضيعتنا كبيرة، كنا نلعب ونرقد فيها، كنا بالضيعة كنا مبسوطين كتير، بس هون ما في شيء. بس كبرت إن شاء الله بصير مهندس معماري، مشان بعمر البيوت اللي هدمها بشار الأسد والروس.